مرحبا. في إصرار إنه لبنان عم بمر بأكبر مؤامرة بتاريخه. إيه هيدا الكلام صحيح، بس المؤامرة هي على الشعب. بعد لليوم الطبقة السياسية مصرة إنها ترجع نفس النهج إلى الحكم بأوجه وبأسماء مختلفة. طرح سمير الخطيب اللي لحد هلأ بعد للأسف ما سقط هو طرح لاستمرار عهد ونهج الصفقات والسمسرات. لازم كلنا نعرف انه هيدا البلد بينسرق عبر المشاريع الكبيرة وعبر الصفقات، فقرروا مباشرة يجيبوا شخص هو جزء ومن المعتمدين في مجلس الانماء والاعمار اللي هو مجلس سرقة ونصب وهو اللي شرع كل السرقات الموجودة بالبلد. قرروا مباشرة احد اوجه أو أحد أبرز الشركات اللي بتاخد تعهدات من الدولة أنه يجيبوا مباشرة مقاول برتبة رئيس حكومة. هذا ما في شك أنه مرفوض من أول نهار منا، والمرفوض لحد اليوم أنه لحد هلأ ما طلع ولا نهار وقال أنا كرئيس حكومة هيدا مشروعي، أو أنا كرئيس حكومة ما رح أقبل بتضارب المصالح اللي كان دايما موجود بلبنان وبوقف شغلي بلبنان أو شركتي ما بتاخد بقى تعهدات بلبنان. هيدا كله لحد اليوم ما صار. نحن شو لازم نعمل؟ هل منرضخ للوضع القائم ومنستسلم، أو منقلن لا ومنكمل؟ نحن مجبورين نكمل، لأنه هيدا فرصتنا لمرة إن ننتزع من هؤلاء حكومة أخصائيين أكاديميين أشخاص أكفاء سيرتهم ناصعة ما في غبار على تاريخهم بيقدروا يقطعوا هيدي المرحلة الصعبة من لبنان. نحن بتحالف وطني عنا اسم وعنا أكثر من اسم، وبعدنا لهلأ عم نجوجل بالأسماء. الفكرة هي المعيار اللي بدنا إياه. برأيي اليوم هيدي المرحلة بدها سيدة حرة مستقلة، سيدة بعيدة مستقلة عن أحزاب السلطة، خاصة بعيدة عن كل النهج المتبع، تعيد الثقة أنه هيدا البلد مش ضروري يكون اللي رئيس حكومة فيه سوبرمان أو سوبر ملياردير أو شخص من هيدي الطبقة. في يكون شخص بيشبه الناس ونفس الوقت مستعد أنه يشتغل يحط جهد يدير أزمة. وأهم أهم أهم نقطة بالنسبة للناس هي سيرته الذاتية. دكتور حليمة قعقور هي جزء من تحالف وطني، اشتغلت في الانتخابات مع المستقلين، الجو المجتمع المدني كله بيعرفها، وبعتقد انه في توافق واسع حول اسمها. في اشخاص اخرين كمان بهذه المعايير، في كتير ناس ممكن يكونوا اليوم مرشحين لرئاسة الحكومة، بس مش معقول يحوروا ويدوروا ويرجعوا لشخص بيشبه الطبقة الموجودة. كمان اليوم بدي ألفت نظركم لشغلة، التمسك بنفس الوزارات. هيدا التمسك منه مسألة جشع فقط، في وزارات فيها فضايح كبيرة. تخيلوا معي اليوم نجيب وزير للكهرباء، وزير طاقة جديد، ويجيب كهرباء بثمان أشهر تسعة أشهر سنة يا جماعة، مثل ما صار بمصر مثل ما صار بكتير دول. يعني تخيلوا يكشف شو اللي صاير مسبقا على صعيد هذه الوزارة فقط، واللي عم بقوله هون كمان نفسه بالأشغال، أشغال اللي شايفين نحن بالطرقات شو وضعه، نفسه بباقي الوزارات كلها، بالمالية، بكل الوزارات، بالاتصالات، الاتصالات اللي فضايحها صارت على كل لسان. مش عايز يكمل إنه هذا نهج واحد من أوجه مختلفة من السلطة، وعاملين حالهم مختلفين مع بعض بس متفقين على الصفقة. فاللي لازم يصير يوم التنين هو إن نكون سد منيع أمام شخص مشارك في سياسة السدود السيئة بلبنان، نكون سد منيع أمام السماح لألهم بإجراء استشارات على نفس الطريقة، نبلش نطرح ونقول لهم ما تقولوا لنا ناس من المريخ، لا، في ناس على الأرض وبلبنانيين بيطلعوا على الخارج وبيجيبوا أحلى صيت وأحلى سمعة على لبنان بعملهم وبشغلهم بتفانيهم. هيدا البلد بيّن قد في طاقات كبيرة، خاصة بيّن بالثورة قد طاقات مهمة. فبتمنى عليكم خليكم مستمرين. بكرة أحد الضغط لازم يكون فعلا أحد جامع لكل اللبنانيين، نقول لهم مرة جديدة نحن الشعب اللبناني بكل طبقاته بكل شرائحه نرفض الاستمرار بنهج الصفقات. نحن بدنا حكومة أكفاء أخصائيين موجودين بكثرة بلبنان، بعدوا عن محيطكم وبتلاقيهم. شكرا لكم.